السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوغي معكم ويحييكم ويتمنى لكم التوفيق. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الهارد باليت والكومباراتيف بتاعه. الهارد باليت والكومباراتيف بتاعه إيه؟ هنتكلم عن إيه؟ ده الهارد باليت بتاع الحصان، ده الهارد باليت بتاع اللارج رومننت، ده الهارد باليت بتاع سمول رومننت، وده الهارد باليت بتاع الدوج. دول اللي هنعمل بينهم كومباراتيف دلوقتي إن شاء الله. مبدئيا الهارد باليت موجود فين؟ موجود الروف بتاع الأورال كافيتي، بيمثل الروف اوف ذا أورال كافيتي. طيب الأورال كافيتي زي ما احنا شايفين ها كان مقسوم لايه؟ بيتقسم لفيستيبيول، أورال فيستيبيول كل ده كده، وأورال كافيتي بروبر. أورال فيستيبيول وأورال كافيتي بروبر. طيب يبقى ده والالفولاي اللي فيها الاسنان دي بسميه كلها الدنتال ارش، بسميها الدنتال ارش. يبقى الاورال فيستيبيول اللي ما بين اللبس وما بين الدنتال ارش بينقسم لجزئين، الجزء المحوط او محصور ما بين اللبس من قدام وما بين الدنتال ارش من وراء بسميه ليبيال فيستيبيول. الجزء اللي محصور ما بين الشيك، ما بين الشيك وما بين الشيك توس او الشيك تيس بسميه باكال فيستيبيول. يبقى كل ده اسمه الباكال فيستيبيول على الجنبين، واللي قدام خالص ده بسميه الليبيال فيستيبيول. الاثنين بيتصلوا مع بعض عن طريق الانتر دنتال سبيس، فراغات اللي ما بين السبيس وما بعضهم، واتصالهم كمان من الاخر خالص ورا اخر شيك تيس بسميه الدايستما الفتحه. يبقى هما الاثنين سواء البروبال كافيتي الاورال كافيتي بروبر والفيستيبيول بيتصلوا مع بعض عن طريق الانتر دنتال سبيس والدايستما. السوفت ستراكشر ده كله بسميه الهارد باليت، بيبطن البلاتين بروسس بتاع السكال. بلاتين بروسس طبعا اللي بيعملوا ثلاث عضمات، من قدام الانسايسيف وفي النص البلاتين بروسس بتاع المجزله ومن ورا البلاتين بون. بيبقى موجود عليه الهارد باليت ده كله، ونهايته من ورا بسميه سوفت باليت. يبقى الجزء سوفت ستراكشر اللي ورا ده هو ده السوفت باليت. طيب بيتكون من ايه الهارد باليت؟ بلاقي في النص فيه جروف واضح خالص، او بلاقي فيه ميديان رفيه في النص سواء كان جروف او كريست زي ما هنعرف دلوقتي، ولاقي على الجنبين فيه ترانسفيرس بروسيس بسميها بلاتين روجي. يبقى اللي في النص ده بسميه ميديان بلاتين رفيه، والترانسفيرس ريدجز دي بسميها بلاتين روجي. طيب اللي معانا دي بتاعت الهورس. بتاعت الهورس بيبقى مميز في ايه؟ اول حاجه الويدز بتاعه او الاتساع بتاعه بيبقى تقريبا يونيفورم، بيبقى موحد قدام زي في النص زي ورا، يبقى الويدز بيبقى يونيفورم. بلاقي الميديان بلاتين رافيلي في النص بيبقى كلير جروف واضح خالص اهوت اللي في النص ده، وبلاقي البلاتين روجي او ترانسفيرس ريدجز دي بتبقى كيرفد كودالي، والاقي الكونكافيتي بتاعتها الدايركشن بتاعها ناحيه كودال بالشكل ده كده واضح خالص، وبيبقوا واصلين لحد السوفت باليت. يبقى الهارد باليت كله واصل فيه الميديان بلاتين رافي، وبيكمل معانا للاخر برضو البلاتين روجي لحد السوفت باليت. ما بلاقيش اي بابيلا واضحه هنا خالص، ومفيش اي سريشن في البلاتين ريدجز. ورا الانسايسيف بابيلا، ورا الانسايسيف الانسايسر الانسايسور تيز بلاقي فيه بابيلا واضحه، هي بتبقى اوفال احيانا او تريانجولر في الشكل بتاعها، اللي بسميها انسايسيف بابيلا. الانسايسيف بابيلا دي المفروض بتفتح فيها اتنين اوبننج للانسايسيف داكت، بس هي في حاله الهورس بتبقى مقفوله اوبليتريتد، بتبقى بلايند، عشان كده بسميها بلايند انسايسيف بابيلا، بتبقى مفتوحه في الحيوانات الثانيه. طيب ايه كمان مميز هنا؟ بلاقي في الشيك بيفتح ايه؟ عند مستوى الدرس الثالث بتفتح الباروتيد بابيلا. بتفتح الباروتيد بابيلا اهيت اللي هي دي بسميها الباروتيد بابيلا، اللي هي الاوبننج بتاعت الباروتيد سليفري جلاند. يبقى دي بسميها الباروتيد بابيلا، ادي الاوبننج بتاعتها بالظبط، انا كده في قلب الاوبننج بتاعت البابيلا اللي هي دي. بلاقيها فين في الحصان؟ عند مستوى السرد شيكتوس. بلاقيها عند مستوى السرد برضو في الدوج، وبلاقيها عند الخامس في اللارج رومنت، وبلاقيها عند الرابع في السمول رومنت. خلاص يبقى هي ديت اللي هي اسمها ايه؟ باروتيد بابيلا، واضحه خالص اللي هي دي. يبقى ده الهارد باليت بتاع الحصان. لو جينا شفنا الهارد باليت بتاع اللارج رومنت بيبقى مميز في ايه؟ شكله مختلف تماما. بلاقي فيه البلاتين، ها لو قارنا كده بلاقي البلاتين الميديان بلاتين رفيع، ماله بيبقى برضه شالو جروف، مبقاش كلير جروف زي بتاع الهورس، وبلاقي البلاتين روجي بتبقى ستريت، ما بتبقاش كيرفت زي الهورس، بلاقيها ستريت
وبلاقي في سيريشن واضحه عليها كورنفايت بابيلا او كونيكال بابيلا واضحه خالص على المارجن بتاعه البلاتين ريدجز دي كلها، البلاتين ريدجز كلها. وفي نفس الوقت ما بتوصلش، ما بتاخدش طول الهارد بلد كله، ما بتاخدش الطول بتاع الهارد بلد كله، التلتين بس، ولا التلت الاخير بيبقى سموث بالشكل ده كده، ما لهوش اي بلاتين ريدجز. ده اللي بيقابل الجزء اللي بيقابل التورس لانجوي في التانج بتاع اللارج رومينانت. طب الويدز بتاع الهارد بلد هل هو كله موحد زي الحصان؟ لا، بلاقي ان هو واسع من قدام وواسع من ورا وفي كونستريكشن في النص، وبلاقي فيه كونستريكشن في النص. ايه مميز تاني؟ بلاقي طبعا ما فيش هنا انسايسور تيس خالص، بلاقي مكانها دينتال بات، وده شيء مميز جدا للرومينانت. وبلاقي الانسايسف بابيلا بتبقى دايموند او اوفال او تريانجولر في الشكل ده، وبيبقى فيها على الجنبين فتحتين بتوع الانسايسف داكت. الانسايسف داكت ديت هي مفتوحه في النيزل كافيتي عشان خاطر شويه فلويد يخشوا فيها يوصل للنيزل كافيتي، يقوم الفوميرو نيزل اورجان يشمها. ده اللي بيسموها ماوس سميلينج، انه بيشم، بيقدر يشم الحاجه او الاكل اللي موجود في بقه عن طريق الانسايسف داكت دي، وبتبقى اوبن في كل الحيوانات ما عدا الهورس والكامل. يبقى دي الانسايسف بابيلا وده الدينتال بيت. ايه مميز كمان؟ شايفين الشيك هنا بتبقى عليها بابيلا كونيكال بابيلا واضحه خالص، بتبقى عليها كونيكال بابيلا واضحه خالص زي دي كده، ادي اللبس وادي الشيك بيبقى عليها كونيكال بابيلا واضحه. عشان كده الحيوان ده الوحيد اللي ما بيحسش بالشوك ولا بيحس بالمسمار هو بياكله، لان بتبقى الهارد بلد بتبقى السكنس بتاعها قوي او كبير، وبيبقى عليها بابيلا واضحه سريتد بابيلا، وفي كونيكال بابيلا موجوده على الشيك وموجوده في اللبس برضه، بالاضافه للطف تكتشر او الملمس الخشن بتاع اللسان مع التورس لينجوي ما بيحسش بالاكل اللي هو بيبقى موجود في بقه، عشان كده ممكن يبلع مسمار وتحصل له التروماتيك بريكاردايتس المشهور قوي بيه الحالات اللارج رومينانت. طبعا مميز هنا ان الابر ليب ها بيبقى السنسيتيف، ما بيحسش او ما فيهوش فيه احساس، وما الموفمنت بتاعته بتبقى فيري لو، تقريبا ما فيش موفمنت، وبيتحد مع النوز من فوق بيعمل لي النيزو ليبيا البليت اللي انا شايفه ده او بسميه المازل، وبيبقى مويستد في الليفنج انيمال، في الحيوان الحي دايما بيبقى مويستد، ودي علامه على الصحه بتاعت الحيوان. طيب السمول رومينانت ها هعرفها ازاي؟ الهارد بلد بتاع السمول رومينانت نفس القصه، بيبقى شاله جروف اللي هو ميديان رفيدة، بيبقى شاله وبتبقى ستريت بلاتين روجي برضو، ولكن ما فيهاش سريشن واضح زي بتاع الرالج رومينانت، ما فيش كونيكال بابيلا على البلاتين روجي، وبتبقى برضو ما بيوصلش لحد نهاية الهارد بلد خالص، بلاقي التلت الأخير من الهارد بلد بيبقى سوفت بالشكل ده كده، ما فيش أي سريشن خالص نتيجة لوجود التوراس لينجوي في المنطقة ديت بتاعة التنك. برضه بلاقي الكونيكال بابيلا واضحه خالص، بلاقي الدينتال باد من قدام ما فيش اي انسايسور تيس، وبلاقي زي ما قلنا الانسايسف بابيلا موجوده، هي الدايموند في الشيب او سيركولر احيانا في بعض الاحيان، في السمول رومينانت بلاقيها سيركولر. وبلاقي الكونيكال بابيلا واضحه خالص في اللبس، واضحه خالص في الشيك كمان، لكن مش موجوده في الهارد بلات. بلاقي اللبس مالها؟ ها الابر ليب بيبقى فيها ديب فلترن بالشكل ده واصل لحد النوز من فوق، عشان هي كده بتبقى هايلي موبايل وهايلي سنسيتيف، عشان هو سيلكتيف انيمال بيختار الاكل اللي هو بياكله. يبقى ده الهارد بلد بتاع سمول رومينانت. لو بصينا للهارد بلد بتاع الدوج، الهارد بلد بتاع الدوج بلاقي ان الويدز بتاعه بيبقى رفيع من صغير من قدام روسترالي، وبيوسع كلما اتجهنا لورا ناحيه السوفت بلد. ده السوفت بلد. بلاقي ان الميديم بلاتين رفيع هنا، ما بيبقاش واضح، ما بيبقاش جروف، واحيانا بيبقى كريست، بيبقى عامل اليفيشن، ممكن يوصل لدرجه الكريست، لكن هو ما بيعملش جروف خالص نتيجه ان السالكس لينجوي اللي موجود على التانج بيبقى واخد طول التانج كله، فبالتالي يقابله هنا في الهارد بلات بيبقى اليفيشن او كريست. وبلاقي برضه ان البلاتين ريدجز ما فيهاش اي سيريشن، وتبقى سلايتلي دايركتد كودالي، كيرفت كودالي، وما بتوصلش برضه للسوفت بلات، قبل السوفت بلات بشويه بينتهي. بينتهي البلاتين روجيز دي. وبلاقي الانسايسف بابيلا بتبقى راوندد ورا برضه اللور انسايسور تيس، وبيبقى فيها على الجنبين اوبننج بتاعه الانسايسف داكت، الاوبننج بتاع الانسايسف داكت. وطبعا الابر ليب بيبقى فيها ايه؟ ايوه بيبقى فيها ديب فلتر بالشكل ده واضح خالص، لان البق او اللبس بتاعه الحيوان ده بتبقى هايلي موبايل برضه. يبقى احنا كده خلصنا الكومباراتيف بتاع الهارد بلات، وفي النهايه ما فيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز، وافرح بقدر الله لان فيه كل الخير لك،
وتفائل بالحياة تدرك كل ما تتمناه وابتسم ثم ابتسم وابتسم لأن في الابتسامة مفتاح لكل خير وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله.